وعدنا والسبيشال كله عندنا. بدأنا حلقتنا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم استكمال لمهرجان صيفك عندنا مش في أي حتة تانية. الصيف بيحب السهر والسهر بيحب الأكل وبيحب الحلويات وبيحب المقرمشات. تعالي نعمل إيه؟ صينية بطاطس بالسجق بالصوص الجبنة بالجبنة الشيدر وندلع العيال. تعالى بص كده، تعالى دلع كده وبص عليا، بص الجراتان والتركات والحركات يا جماله. وفي الأثناء دي برضو عملت لك الكفتة بتاع البتنجان، الحشو مفتوح ليك واديتها بانيه ودخلتها الفريزر لمدة تلت ساعة نص ساعة، تمام؟ أسقطها في زيت سخن عشان أقلي كل تفاصيلك أهو، كل حركاتك قدامك أهو. في الأثناء دي تقدروا تواصلوا معانا من خلال صفحة قناة الحياة على الفيسبوك أو من خلال أي رقم تليفون أرضي على 38-55-00-17 من جميع محافظات مصر ومن جميع أنحاء العالم لو زودت مفتاح فتح مصر. تعالى نعمل المكرونة بالصوص الإيه؟ الأبيض. مية سخنة بتغلي، أحط سنة زيت، أحط سنة ملح، غليت عندي بجيب عندي المصفى بتاعتي أحط فيها كيسين ثلاثة من المكرونة، تمام؟ وغطى عليها لمدة 9 دقايق. وبعد كده يا حسن تعالى اما نشوف هنعمل ايه. 9 دقايق، 9 دقايق. وبعد كده عندي الصوص الابيض على ما تسلق المكرونه، زيت سخن، صدر فراخ مكعبات صغيره، صدر فراخ مكعبات صغيره في زيت الزيتون، خدي بالك اهو، او زيت ذره زي ما انت عايزه. وعلى ما يدبل الفراخ دي تعالى ما نعمل السلطه. البتنجان بتاعي احط ميه واحط ملح خشن وادوبهم واطلع عندي الصينيه. خلاص بتقول لك يا تفاصيله، تعالى بص على الصينيه كده ودلعني، بص الفيبريشن، بص التركات، بص الحركات. اسيبها سخنه احطها تحت كده واسيبها تسخن مع بعض زي ما انت شايف كده قدامك، وهدي النار عشان اقدمها سخنه. ارجع ان هو اعمل تقليبه لصدر الفراخ اللي انا بقطعها مكعبات عشان المكرونه يا تفاصيله. واقلب تقليبه في المكرونه اللي انا بسلقها في ميه سخنه بتغلي لمده 9 دقايق في ميه سخنه بتغلي فيها سنه ملح وسنه زيت يا تفاصيله. وبعد كده اغطي عليها. جبت ميه هنا حطيت فيها ملح، بص كده، تعالى بص اهو، اقطع البتنجان اتنين واحطه ايه، واحطه الاتنين كده اهو. صباح الفل يا استاذ عزه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا هانم. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب. انا كنت بس عايزه اسال على صينيه البطاطس اللي حضرتك عملتها دلوقتي. مالها عايزه ايه؟ وممكن الواحد يحط بيض ولبن بس ومعلقه دقيق ويعملها، وممكن يعمل بشاميل، ولا هي كده بالطريقه دي احسن؟ لا يا بالطريقه دي، جربي بالطريقه دي هتعجبك جدا، مش هتبقى شكرا ليك. سلام عليكم. تحت امرك يا فندم. وعليكم السلام وبركاته يا استاذ عزه. تعالى بص شوف التفاصيل قدامك اهو. البتنجان فتحته على اتنين ونقعته في ميه بملح. قد ايه يا عم حسن؟ نص ساعه. بعد نص ساعه بصفيه كده، بصفيه كويس واكون حذرة وانا بنزله فين؟ زيت سخن. وبص هنا، بص التركات، الكفتة بتاع البتنجان عشان تقابلني، بص كفتة البتنجان، بص كفتة البتنجان، وقابلني هنا عند الحاج مجدي. بص التركات والحركات، بص التفاصيل يا جماله. انزل غيره يا تفاصيله، انزل غيره. على ما البتنجان ده يتقلي الصينيه تاني، البتنجان بتاعي ده يتقلي، هات الطبق اللي عندك، اعمل الحشو بتاعه. الحشو بتاع البتنجان عباره عن توم مهروس، كزبره خضراء، كزبره خضراء، فلفل رومي، فلفل رومي، هريسه حاره، هريسه حاره، طماطم لحم، معلقه زيت زيتون، شويه ملح،
شوية كمون، شوية شطة، شوية خل، شوية عصير ليمون. قلبي كل الخلطة دي مع بعض وما تنسيش الهريسة الحارة. يا أم رائد صباح الفل. صباح النور، عامل إيه؟ صباح الفل يا أم رائد. الحمد لله. تحت أمرك يا غالية. عايزين بلدي بلح الشام اعملها ومش معتظبط معاها. لا خلالك تظبط ونص، ده انت مع الشيف حسن من عندي قبل عندي يا ام رائد. الفراخ زي ما انت شايف المكعبات، عشان اعمل صوص الابيض بديها بصلايه صغيره حمراء وادبلها معاه كده بالصبح، وهي بتدبل كده اجيب البتنجان بعد ما يتقلي. بص البتنجان بعد ما يتقلي ارصه كده في الطبق، وعندك هنا الكفته بتاع البتنجان. ايه ودلعي بقى البتنجان يا جماله. بص التفاصيل، دلع كده احشي البتنجان بعد ما فتحتيه ساندوتش، احشي وسايبه الصينيه بتاع البطاطس بالسجق الشرقي في الفرن وهديت النار عشان تدنيها سخنه. بص عليها تحت اهو يا عم مجد، حمد لله على سلامتك. طلعها عربيه الحمد لله على سلامتك ودايما منور. تعالى نعمل الطبق الثاني. مين يا استاذه؟ يا ام اسد. صباح الاسد وصباح كل الحلوين والشراقوه. صباح الفل يا ام اسد. وطي التلفزيون يا ام اسد. عامل ايه اخبارك؟ وطي التلفزيون يا غاليه. حاضر دقيقه بس. تحت امرك يا ام اسد، تحت امرك. الو. تحت امرك يا ام اسد. عايزه بس اعرف المقلوبه بتاعت اللحمه او الفراخ او البط. هعملها لك حالا، عملت لك المقلوبه هقول لك تاني هنعملها ازاي. بص يا سور، بص الكفته بتاعت البتنجان، بص التريكات والحركات، اي حاجه فاضله عندك جمعيها واحشي بيها البتنجان، واديها دقيق مبهر، واديها الرو، واديها البصلات، وقابل يا عم ياسر. يا تفاصيلك. سخنة كده اعملها بصوص كوكتيل. والباقي اهو. والبتنجان اهو اللي انا بقى عملت له الحشو قدامك في الزيت. يا تفاصيلك. ارجع بقى لصوص الفراخ، اتاكد ان المكرونة استوت، بص المكرونة استوت. بص قدامك الدنتي صاحية واقفة على حيلها اهو. تمام؟ هنا البصل دبل، بص البصل اهو. اروح حطالوش ايه المشروم الطازة. المشروم الطازة بتاعي. والمكرونه اهي استوت، الصوص بيأثر. اروح عامله ايه يا عم حسن وانت بتلف كده؟ حطيت المشروم والبصل والفراخ في زيت الزيتون، بجيب معلقه وبروح جايه. بص التفاصيل، معلقه دقيق كده اهو عشان اعمل شخصيه للصوص الابيض، واحور الدقيق اخليه ياخد الحراره اللي موجوده في الخليط ده كويس. وبعد كده يا حسن اجيب له كبشتين شوربه فراخ، كبشتين كده شوربه فراخ، واروح جايه مظبطاهم كده وسايبه كل ده يخش في السوى. وهو بيخش في السوى عندي اتبله شويه ملح وشويه فلفل ابيض ومكعب مرق. التتبيله بتاعته ملح وفلفل ابيض ومكعب مرق. اسيبه يقصر. بص الرو معلقتين دي اللي استوى وعملوا شخصيه على طول ازاي للصوص، قدامك التفاصيل. تمام؟ فاضل لك ايه؟ كريمه طهي وجبنه بارميزان او جبنه رومي وشويه بقدونس. والمكرونه بتقول لك يا تفاصيلها يا حركاتها يا جماله. تمام؟ وعندك اهو الكفته بتاع البتنجان بتقول لك يا تفاصيلها، كل قدامك. اعملي بقى لاولادك كل واحد 70 3 4 حسب زي ما انت عايزه. الفكره لمي الحاجات اللي فاضله في الثلاجه واعمليها كفته البتنجان. عرفت الفكره لايه؟ اي شيء عندك ولونه اهو وسيبيه في الفريزر بعد ما ياخد الكوتنج اللي فوق التوبنج اللي فوق لمده ايه؟ لمده نص ساعه ربع ساعه، عشان لما تيجي تنقطيه زيت كده ما يطلعش ما يقبش. بص زي ما انت شايف البقسماط الكوتنج بتاعنا قدامك اهو. وادي البتنجان بتاعي يا تفاصيله يا حركاته وتكاته. اطلع البتنجان واسيبه يبرد، بعد ما يبرد احط له الخلطه اللي انا حطيتها هنا دي. قابلني بقى هنا
اللون بتاعها اهو قدامك وتفاصيله. مين يا فندم؟ اروى. صباح الفل يا اروى. صباح البحر يا اروى، نهارك قشطه يا اروى. صباح الفل يا حبيبتي. ازي حضرتك؟ صباح الفل يا اروى، نهارك قشطه يا حبيبتي. لو سمحت كنت عايزه اعرف طريقه الكيكه بالفراوله. بالايه؟ بالفراوله؟ اه. حاضر يا حبيبتي، من عندي قبل عندي. تعالى بص يا ياسر، بعد ما استوى الصوص احط له كوبايه كريمه طه وادلعه كده واشوف الشخصيه بتاعه الصوص. يغلي غلوه عندي، وعندي الباستا، المكرونه مستويه. بص اهو الصوص عامل ازاي. جيبيه شمال ويمين كله مع بعض يغلي، يخش في السوق كله. المكرونه جاهزه عشان تدلعي نفسك وتدلعي عيالك، قدامك اهو بالتفاصيل اهو. المكرونه انسلقت، الصوص استوى. اتاكد المكرونه بتاعتي تمام اهو قدامك الدنتي، 9 دقايق يعني ايه تقطم تحت ضرسك. اصفيها من الميه بتاعتها، وانا شايفه هنا اهو احط المكرونه بتاعتي. بص التفاصيل، واقلبها تقلبتين. ومحتاجه ايه تاني يا حسن؟ عندي التقديم شويه جبنه، دخلها 3 دقايق في الصوص. التركه المهمه ادخلها 3 دقايق في الصوص، 3 دقايق في الصوص مش اكتر من كده، عشان تستمتعي باحلى شويه مكرونه، شويه بقدونس، وشويه جبنه رومي قديمه او برميزان. التركات والحركات لا ناسها، انتظروني.